ينبغي للإنسان إخوان إذا شهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ بعض من إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم لا يعرفون معنى شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن يكون لها حقائق، طاعته فيما أمر. فأنت تطيعه، اسأل نفسك: أنا أشهد أن محمد رسول الله. طيب، إذا شهدت أن محمد رسول الله ماذا أعمل؟ تطيعه ما دام أنه رسول الله، الله الذي خلقك ورزقك ورحمك وأرسل إليك الرسول يبين لك الطريق الصحيح بقوله وبفعله وبسلوكه عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تطيع فيما أمر. كيف أطيعه فيما أمر؟ اقرأ سيرته، اقرأ سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. أخبرك بجنة، أخبرك بنار، أخبرك بأشياء أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بها، صدقه ولو كانت تخالف عقلك، كما تكلمنا في دروس العقيدة أنك تصدق القرآن في أخباره وتصدق الرسول فيما صح من أخباره عليه الصلاة والسلام، سواء وافق عقلك أو لم يوافق عقلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، تجتنب ما نهى عنه وزجر. الرسول عليه محمد صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يضرك ابعد عنه. أعطانا أمور جوامع جامعة، كل شيء يضرك ابعد عنه، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. عبادة الله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك أحد أمرا من الأمور وهو يقول إنه عالم، اعرض هذا على كتاب الله واعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فخذ به، إن لم يوافق فلا، لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. فينبغي للإنسان إخوان إذا شهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.